السلام عليكم. بعدا عليكم السلام. أنا عبد الواحد الصنهاجي. عضو في فرقة ابن عربي برئاسة أحمد الخليع، عازف على آلة الناي المنصور. وهذا المكان هذا عندي في مدة 25 سنة، كان نعمل فيه الموسيقى مع الأصدقاء ديالي هنايا. ودابا في يوم اللي ماتوا الله يرحمهم، وكاين مول هذا النادي هذا اللي هو مسمي نادي أبناء البوغاز للموسيقى العربية الأندلسية، أسسو هذاك السيد عبد المجيد المدن. عبد المجيد المدن الله يرحمه هو اللي أسس هذا النادي هذا وسماه نادي أبناء البوغاز، وخلى عليه وصايا يبقى هذا النادي هذا يبقى كما هو. والناس كتجي والسواح من أنحاء العالم كيكونوا كيجوزوا هنا يشوفوا هذه الأثارات ويشوفوا المتحف. وجا أمام هذا المتحف الموقع الاستراتيجي، وكنستقبلوا الزوار من العالم كامل اللي كيجيو هنايا يجلسوا كيسمعوا الموسيقى ويغذيوا الروح ديالهم ويشربوا اتاي، وكنعملوا لهم اتاي وكيستمعوا لنا. وهنايا في هذا النادي بزاف ديال المغامرات جازوا هنا، بزاف الشخصيات اللي جازوا في هذا النادي، منهم على راسهم الأمير سلمان لما كان أمير الله يسافيه الله يزيد فرحته، السعودي اللي هو دابا ملك السعودية، كان كيزين هذا النادي في كل صيف، كيزين القصر ديالو في الرميلات، وكان كيجي هو والزوجة ديالو وبنته وجبنه، وهادي خمسة ولا أربعة ديال الخطرات هو كيجينا عندنا هاد النادي اللي كان أمير. وعدد الشخصيات كيجوزوا في هاد النادي هذا، الكتاب الشعراء تمثل هنا هاديك الفيلم ديال رشيد الوالي، جات هادي مدرسة ديال الأطفال بالموسيقى كتعلموا فيها الموسيقى، وكيجوزوا هنايا موسيقيين غربيين وموسيقيين عرب وفهمتي، وكيجوزوا هنايا هذا نادي كيستقبل كل شيء، والشخصيات كبيرة كتزين هذا النادي هذا بسبب هذا المتحف اللي جا هو أمامنا وكيجيو يزوروه، وحنا جينا في الموقع ديالو كيسمعوا الموسيقى. ما كاينش اللي ما كيبغي الموسيقى، هي غذاء الروح ولغه عالميه. كيدخلوا هنا الاجانب والاتراك والعراق من كل اقطار العالم كنستقبلوا يوميا. انا شخصيا هذا اللي ما قلت، انا كنشوف يوميا الوجوه جديده، الناس اللي جاوا عندي اليوم ما سيوا ما تغداو، اللي جاوا هادي عام واللي جاوا غدا وبعد شهر وشهرين، دائما الوجوه جديده في هذا النادي. القليل اللي كيرجع مثلا كيكون جا وكيعاود المجيء او شي حاجه، او كيمشي على عام ويسافر، ومهما كيجي طنجة كيجين هذا المطاع اللي جلس فيه عاود كيجي وكيقول لي واش عقلتي عليا نازي. ولكن انا مع الازل ما يمكن ليش نعقل على الناس كاملين، نعقل على القليل اللي كيكون مثلا ترسم لي بغرت العينين ديالي الصوره ديالو جا ودي كنعقل عليه. اما عدد الناس كيقولوا لي حنا جينا هذه ما كنبقاش نعقل عليهم بسبب الوجوه جديده داخله تبارك الله. دابا ساعه كثيره كتدخل عليا دائما الناس، لان موقع سياحي والناس اللي جاوا عملوا السياحه في هذه مساحه المسوار والمتحف، وهذه ما غيرجعش غدا.
جاز هنا شاف هادي مشاف حالو عاود غدا ناس اخرين بعدو ناس اخرين تينا ماشي تينا ودابا السياحه شويه ضعيفه ما كاين لا نصارى لا لا هادي اما ملي كتكون المسائل مطلوقه وفهمتي فحال دائما راه حنا بعد الاكثريه هاد النادي كان كيستقبل الغربيين اكثر من نقولوا حنا نصارى اكثر من المغاربه من العاربه لان النصارى كيكونوا بزاف توريست كيجيو فهمتي كيتساراو كتكون هاد الساحه هذيك كتغلي بالناس صباح حتى الليل ها عاد كيتسالى ديك الشيء ولكني انا قلت لك كانوا اكثريه كيدخلوا عندنا النصارى عندنا اسبان الفرنسيين الامريكانيين الهولنديين الكوريين الشينويين الجابونيين التركيين من اكثر العالم الغربي كيدخلوا. شنو هي الموسيقى اللي كيعجبها الناس تسمع بزاف؟ بالنسبه لنا السواح الاجانب وهادي هادوك كيسمعوا الموسيقى حنا عندنا الموسيقى كنعملوها منظمه والناس كتسمع الموسيقى مثلا الاجانب اللي عملتي له كيسمعوا ولكن كنصرحوا لهم هذه موسيقى اندلسيه هذه موسيقى عربيه هذه موسيقى فهمتي كلاسيكيه عربيه هذه موسيقى صوفيه كنعملوا حتى موسيقى صوفيه وما كيسمعوا كيتصنتوا كل شيء وكيستحلوا كل شيء ولكن ماشي دازيز هذا الموسيقى عندنا عاود موسيقى مزيانه كنعملوا عندنا برنامج ديالنا كنعملوه للاجانب وبالنسبه للعرب كنستعملوا قطع الزمن الجميل كنستعملوا ام كلثوم عبد الحليم عبد الوهاب فريد الاطراس كريم محمود محمد العزابي الله يرحمهم كاملين كنعملوا عود وديالنا المغاربه عود الله يحفظهم اللي مات الله يرحمه اللي باقي اللي يزكي له في العمر الدكالي عود هادي كنعملوا عود الاغاني ديالنا المغرب ويتاح بن قاسم شويه شعبي شويه بالنسبه للمغاربه كيجيو دابا السياحه الداخليه اكثريه كنشوف كنستعمل الموسيقى الشرقيه معاهم ولان كاين جمهور دابا حيا هاد الطرب الاصيل الموسيقى الراقيه اللي خلاو عليه شي طلب كاين الناس كتبغي تسمعوا الطرب الاصيل الناس الطرب الاصيل حنا دابا اكثريه عايشين مع الناس الطرب الاصيل الراحيه ولا جديد دابا لان ام كلثوم فريد الاطراس عبد الوهاب عبد الحليم ناس كيجيو شباب باقيين يلاه شباب وشابات وانا كنقول كنعزف مثلا سي مقطع من سي قطعه من كلثوم او شي حاجه كيبداو يغنيو معايا وهاد الشباب هادو اناث وذكور عندهم السنين ديالهم ان شاء الله 20 سنه 19 22 خلقوا زبروا هاد الاهرامات هادو توفات ماتت قبل ما يخلقوهم ب 20 سنه اولا بهادي ولكن انا كنشوف هاد الشيء هذا حياة جديد لان هاد الناس هادو هاد ام كلثوم الله يرحمها ولا فريد ولا الله يرحمهم جميعا هادو مدارس خلاو واحد الموسيقى اللي غتبقى خالده ودائما غتبقى شبابيه وما عمرها غتموت ودائما جيل على جيل غيكون كيحفظها واخا يغني الراي واخا يغني هي كيدور ومن بعد كيرجع كيغني القطعه تاع عبد الحليم ويغني القطعه ديال وبسبب التقليد اللي هاد البنات وهاد الشباب اللي كنشوفهم انا في التلفزه على قنوات الدوزيمه والاولى اولا اخرى كتعيطوا المغربيه هادوك كيجوزوا برامج بحال تغريده بحال سهرتنا الليله بحال هادي كيجوزوا فيهم الاغاني الزمن الجميل شكون كيغنيهم التقليد كيغنيهم الشباب باقيين صغارين البنات صغار الشباب صغار كيقلدوا هاد القطع ميادة الحناوي ورده هادي وهاد الناس ماتت ولكن هاد الشيء هذا حيا الموسيقى بقات شبابيه فهمتي ومنهم الاطفال منهم كان والله غساله من حمزه
حمزة يعني. المهم اسمحوا لي لان ما تذكرت شي حمزة الابيض. لان وعدد من الاطفال مغاربه هادو ماشي عندهم 20 سنه اولادو طلعوا دو فويس ونادي على وقلدوا اغاني الزمن الجميل امام اللجنه ديال اللي كتكون تما ديال سميره بن سعيد كيكون حماقي كيكونوا نانسي عجرام كيكونوا وهاد الاطفال عندهم 13 سنه 12 سنه كاين اللي عنده 14 سنه كيطلعوا يؤدي واحد الدور ديالهم تما وكيغنيوا هاد الاغاني الزمن الجميل وكيطلعوا معاهم الوالدين ديالهم وكلشي وكيربحوا نقاط وكيهودوا من تما ناجحين بالمقاطع اللي كيقدموها وكي يهودوا المغرب منهم بزاف عندنا كزعما كنفتخروا بهم لان لا بنات ولا ذكور راه كيطلعوا راه ما كتعرفوهم راه ما كيطلعوا دو فويس وكيعملوا مسابقه تما وكينجحوا وكيهودوا اطفال باين صغار ما كيدهشوا لا من ديك اللجنه ولا من ديك الفرقه اللي هي تما اللي كتعزف معاهم راه هي ديك الفرقه كتعزف الاغاني غربيه والاغاني عربيه واللي جبتي لها راه كتعزفوا ان هذوك الناس علميين وعالميين وهذوك الشباب راه كيغنيو غير هذيك راه ما كتصبروا من لا دهشه ولا تكسي راه صعيب تكون امام واحد اللجنه وغارتك وانت مازال صغير وبنادم كبير راه يبقى يقفقف ماشي الا ان هذه واحد الحاجه وعاد البوبليك وغارتك هذه زعما كنقول لك جبنا السؤال على الطلب ديال الناس بالنسبه لهذا الزمن هذا راه هما الناس دابا الناس ما كتعيش مع ام كلثوم وكتعيش مع فريد وكتعيش مع عبد الوهاب وكتعيش مع الطلبات كيجيو ويطلبوا لك الاغاني ديالهم وهادي في نفس الوقت كاينه الموسيقى الاندلسيه والناس دابا الناس مختلفه كاين اللي كيعجبو واحد الذوق كاين اللي كيعجبو اذواق كاين اللي كيمشي على واحد الذوق كيعجبو غير واحد الشكل كاين مثلا كيعجبو الاندلسي واخا تعمل له شي حاجه اخرى ماشي في كاين اللي كيسمع من هادي ومن هادي والاذن ديالو كتستقبل له يسمع امسي من غير يمكن ما يسمعش هاد الاغاني اليوم ما يسمعش واخا هو في هذا الوقت هذا ما يسمعش الراي وما يسمعش هيب هوب ما يسمعش هادي ويسمع الموسيقى اخرى مثلا حر في السمع ديالو والموسيقى الراقيه راه معروفه هذيك عاتوا لها موسيقى راقيه خلوها مرحومين الحان كبيره الاهرامات رياض الصنباطي الله يرحمه بالغ حمدي عبد الوهاب فريد الاطراس الموجي كمال الطاويل هادو ناس خلاو الموسيقى اللي تبقى خالده والالحان اللي لحنوها اللي دخلت في الدماغ شعوب في العالم اللي كتغني ليها مع خوك ماسي كيغنيها في الطريق يا خو جالس بحانوت كيغني في دقمو هادي فكروني اولا كيقول هادي اولا الناس عملت الحان اللي كترسخ في الذاكره تبقى ماشي الالحان اللي كتزول بحال اليوم مثلا شهرين مشى هذا جا هادي مشى هادي هادو مشاو ولكن هما باقيين وغيبقاو دائما خالدين فيها والشباب هما خلاو هادشي مدرسه اللي غتبقى تصورت على اجيال تسالي الدنيا تتفنى الدنيا هذا هو والموسيقى هي كامله جميله كامله هي غذاء الروح الا كانت منظمه وفيها كيف كنعرفوا حنا الموسيقى اللي فيها الطرب لان احلى موسيقى هي تكون كالطرب ماشي بس نردح او لا بس نتخشع او لا نكون كنطرب والروح ديالي كتغدى من ديك الحاجه هذه ولا نكون بوحدي كنعزفها او هذه اذا ختمنا بشي قطع شي قطعة جميلة Thank you.
حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة، بقدم أحلى فرحة ومعا متنسة. حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة، بقدم أحلى فرحة ومعا متنسة. يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي، يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي. والغالي علينا غالي، 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 ولا عمره حيتنسم. حلو من يومنا والله وقلوبنا كويسة. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.